بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلبة والطالبات، هنبدأ مع بعض النهاردة في الفيديو ده الجزء السابع من الشابتر بتاع الكومبينيشن لوجيك اللي هنتكلم فيه عن دايرة اسمها الديكودر. فتعالوا مع بعض نعرف يعني ايه ديكودر وايه الاستخدامات المختلفة ليه. ديكودر معناها اكستراكت انفورميشن فروم ذا كود، اكستراكت انفورميشن فروم ذا كود. فلو انا بتكلم على تو باينري، تو بيت باينري نمبر، فالتو بيت باينري نمبر المفروض بيدوني كام احتمال؟ المفروض الاتنين بيت باينري نمبر يديني اربع ايه احتمالات. فالمفروض الديكودر بيدخل له اشاره اتنين بيت سيجنال وبيطلع لي اشاره منهم، يعني يا اما بطلع الاوتبوت زيرو، لما بطلع الاوتبوت واحد، لما بطلع الاوتبوت اتنين، لما بطلع الاوتبوت تلاته. يبقى ان الوقت الديكودر معناها عن طريق كود معين في ريكوايرد اوت بيطلع. لو الكود السيجنال الانبوت سيجنال بتاعي زيرو زيرو، يبقى انا عندي عايزه الاشاره رقم زيرو. لو انا مثلا عندي واحد زيرو، يبقى في الحاله انا عايزه اشاره رقم واحد. لو انا عايزه زيرو واحد، يبقى انا كده عايزه الاشاره رقم اتنين. لو عايزه الواحد واحد، يبقى الاشاره رقم تلاته. يبقى كني بالظبط موصله مجموعه من اللامبس او مجموعه من اللمبات على اشارات، و على حسب الانبوت سيجنال اللمبه هي اللي بتنور. لو قلت 0 0 يبقى اول لمبه هتنور والباقيين مطفيين. لو قلت 1 0 يبقى تاني لمبه هتنور والباقيين مطفيين، وهكذا. يبقى ده ديكودر. ديكودر واكستراكت انفورميشن يوزنج كود ايه، يوزنج كود معين. فطبعا لو 2 بت ديكودر بيطلعوا لي 4 ايه، 4 سيجنال. لو انا مثلا عايزه 3 بت ديكودر يطلعوا لي 8 سيجنال، لان احنا اتفقنا 2 اس 2 ب 4 او 2 اس 3 بايه، ب 8. فعلى سبيل المثال مثلا لو زيرو زيرو معناها ايه، ما زيرو زيرو معناها ان اللمبة دي اللي هتنور والباقيين ايه مطفيين، وهكذا. لو طلع قلنا لو طلع واحد زيرو معناها قيمة واحد باينري هي اللي هتنور والباقي ايه، والباقي مطفي. فلو انا بقى عايزه اوضح الامبلمنتيشن بتاع 2 4، يعني ايه 2 2 4؟ معناها الانبوت 2 والاوتبوت لاينز، او الديكودر بيدخل له 2 سيجنال وبيطلع اوتبوت ايه، اوتبوت 4 لاينز. لو هو 3 في 3 في 8 ديكودر، معناها بيدخل له 3 سيجنال بيطلع ايه، بيطلع 8 ايه، 8 اوتبوت لاينز. يبقى في حاجات لو قلت 2 4 لاين ديكودر معناها عنده 2 سيجنال انبوت والاوتبوت عباره عن 4، لان 2 اس 2 ب 4. لو قلنا 3 في 8 ديكودر، 3 في 8 ديكودر معناها الانبوت 3 سيجنال والاوتبوت عباره عن 8 ايه، 8 اسلاك او 8 ايه اوتبوت. فلو نيجي نعمل التو ستيب بتاع الديكودر ل 2 2 4 لاين ديكودر، قلنا عندي 2 سيجنال انبوت اهوت، احتمالاته من 0 1 0 1 0 1. عندي الزيرو يبقى الاول واحد هو اللي بيطلع اللي هو واي نوت. عندي قيمه 1 يبقى تاني واحد هو اللي بيطلع. عندي قيمه 2 يبقى تالت واحد هو اللي بيطلع. عندي قيمه 3 عند قيمة عشرية 3 يبقى واي 3 هو اللي ايه بيطلع. يبقى انا عندي واحدة من دول هي اللي عليها واحد اثناء ايه، لما يكون الانبوت سيجنال بقيمة معينة. لو الانبوت سيجنال بصفرين يبقى اول واحد هو اللي ايه، اول اللي هو واي نوت اللي هيخرج. لو القيمة واحد زيرو يبقى واي واحد اللي هيخرج، وهكذا لغاية ما يخلص كل احتمالات الايه، كل احتمالات الايه الدخل.